كما شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة والجامعة الأهلية في البحرين لدعم مبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب. ووقع مذكرة التعاون البروفيسور منصور العالي رئيس الجامعة الأهلية ومن جانب الهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادة الدكتورة الشيخ رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي والبروفيسور عبد الله الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية ونوه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه باقبال الجامعات على التعاون مع فكره المبادره التي تهدف الى خلق بيئه مناسبه للاعبين المميزين لينالوا فيها التحصيل العلمي في افضل الجامعات محليا الى جانب الاستمرار في الجانب الرياضي. واعرب سموه عن شكره للجامعه الاهليه على المشاركه في المبادره مشيرا الى التطلع الى مزيد من التعاون النوعي بين الجامعه والهيئه العامه للرياضه. وقال سموه ان دعم التحصيل الاكاديمي من شانه اثراء مسيره الرياضيين البحرينيين الذين ينالون اهتمام ورعايه حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مضيفا سموه ان جلالته رسخ دور التعليم كاساس كل تطور في المملكه ويشمل ذلك القطاع الرياضي من جانبه أكدت سعادة الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أن مجلس التعليم العالي يسعى لدعم المواهب الشابة والابتكار في مختلف المجالات واشادت سعادتها بتوقيع مذكره التعاون بين الجامعه الاهليه والهيئه العامه للرياضه وما يشكله من اضافه مهمه للرياضه البحرينيه لوجود العديد من المحترفين لدى الانديه المحليه ممن هم طلبه في مؤسسات التعليم العالي وأعرب سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عن تطلعه إلى الدور الكبير لمبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب لإحداث نقلة نوعية في تهيئة الأجيال القادمة من الرياضيين. من جهته عبر الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية عن اعتزاز الجامعة وفخرها بأن تكون جزءاً من مبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب. فيما نوه رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي بالرعايه التي تحققها هذه المبادره للموهوبين الرياضيين